السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات، سنحاول في هذه الحصة مراجعة بعض الدروس المرتبطة بمادة التاريخ والتي ترتبط أكثر بتاريخ أوروبا والعالم، كما سنقوم ببعض التمارين المرتبطة بهذه الدروس. سنقوم بمراجعة درس ظاهرة الأنظمة الدكتاتورية دراسة حالة النازية، وكذلك درس الحرب العالمية الثانية الأسباب والنتائج. أما درس ظاهرة الأنظمة الدكتاتورية دراسة حالة النازية، فتعرفتم في الدرس الحضوري على مجموعة من العناصر أبرزها ثلاثة أساسية. أولاً الظروف العامة لظهور النظام الدكتاتوري النازي. ثانياً تعرفتم على منهجية الدراسة البيوغرافية من خلال تطبيق على شخصية أدولف هتلر. ثالثاً خصائص الأنظمة الدكتاتورية. وأركز هنا بأن عملية المراجعة تتم من خلال مراجعة العناصر الأساسية للدرس فقط، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في الإطر المرجعية. فأما الظروف العامة التي أدت إلى ظهور النظام الدكتاتوري النازي فتجلت أساساً فيما يلي: أولاً الظروف السياسية، وتمثلت أساساً في فرض حكومة فيمار على الألمان سنة 1919 بعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الأولى، كما تجلت كذلك في الصراع بين الأحزاب السياسية الألمانية. الظرف الثاني ظرف اقتصادي، وتجلى في ارتفاع الأسعار في ألمانيا، وكذلك الأجور لم ترتفع، بمعنى أن ارتفاع الأسعار لم يواكبه زيادة في الأجور. العنصر الاقتصادي الثاني الذي أثر أكثر على ألمانيا وأسهم في ظهور النظام الدكتاتوري النازي هو تأثر ألمانيا بالأزمة الاقتصادية، أزمة 1929 التي انتقلت إلى أوروبا وأثر من قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأثرت على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام والاقتصاد الألماني بشكل خاص. الظرف الثالث هو ظرف اجتماعي، حيث أثرت العناصر الاقتصادية على ما هو اجتماعي، فتراجعت القدرة الاستهلاكية للألمان، وكذلك ارتفعت البطالة في صفوفهم. كل هذا جعل العمال ينخرطون أكثر في صفوف الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان المعروف اختصارا بنازي، ومنه جاءت تسمية النازية. أما العنصر الثاني في الدرس فهو منهجية الدراسة البيوغرافية، وذلك من خلال تطبيق هذه المنهجية على شخصية أدولف هتلر. كما تعرفتم في الدرس الحضوري بأن منهجية الدراسة البيوغرافية فيها مجموعة من الخطوات أهمها أربعة. فالخطوة الأولى هي تحديد الصفات الشخصية للشخصية التاريخية التي ندرس. العنصر الثاني هو تحديد الأحداث وكذلك الشخصيات التي أثرت في هذه الشخصية. العنصر الثالث تحديد المسؤوليات والمناصب التي تقلدتها هذه الشخصية التاريخية، وأخيرا تحديد المنجزات التي يعني قامت بها هذه الشخصية التاريخية. الجدول الموالي يختصر لنا هذه العناصر، وذلك تطبيقا على شخصية أدولف هتلر. إذن في البداية نحدد الصفات الشخصية، نحدد سنة ميلاد هذه الشخصية وكذلك المكان. نجد هنا هتلر ولد سنة 1889 وذلك بدولة النمسا. نحدد تاريخ الوفاة، وفاة الشخصية التي ندرس، وكذلك نحسب مدة الحياة. نجد هتلر هنا توفي عام 1945 بعدما عاش 56 سنة. نحدد كذلك الانتماء الاجتماعي لهذه الشخصية، هل تنتمي إلى طبقة غنية برجوازية أم إلى طبقة يعني اجتماعية متواضعة. نجد هتلر هنا انتمى أو ينتمي إلى أسرة فقيرة، حيث كان والده موظفا بسيطا بالجمارك. كذلك نحدد الصفات الشخصية أو الصفات النفسية عفوا
للشخصية المدروسة، فنجد هنا هتلر مستبد أنه أناني لا يقبل المعارضة، يميل إلى المشاريع الكبرى، ورغم أنه يعني كان غير لا يميل أكثر إلى العمل. العنصر الثاني هو الأحداث والشخصيات التي تأثرت بها هذه الشخصية. فهتلر نجده هنا تأثر بفشله في الالتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة سنة 1905، وهو ما أثر في نفسه وبقي معه طوال حياته. كذلك تأثر بالأفكار الممجدة للعنصر الجرماني، أنه كذلك شارك في الحرب العالمية الأولى كجندي، وهو ما أثر في نفسه لما ذاق مرارة الحرب وغيرها، وأنه تأثر بانخراطه في صفوف الحزب النازي، وتأثر بالشخصيات التي كانت آنذاك في صفوف هذا الحزب، كما أنه تأثر بدخوله إلى السجن سنة 1924. العنصر الثالث وهو المسؤوليات والمناصب التي تقلدها. نجد هتلر هنا أصبح رئيسا للحزب النازي ابتداء من 1921. الحزب النازي كما قلنا سابقا هو الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان، وأنه عين مستشارا لألمانيا بعد انتخابات 1933، جمع بين الرئاسة والمستشارية ما بين 1934 إلى 1945. أما العنصر الرابع المرتبط بالمنجزات، منجزات الشخصية، نحدد هذه المنجزات، منها ما هو ثقافي، منها ما هو سياسي، منها ما هو عسكري واقتصادي. نجد هتلر ألف كتابا سماه كفاحي، وهذا في المجال الثقافي. كذلك أنه أنشأ الجناح العسكري للحزب النازي سنة 1920، كذلك تزعم انقلاب 1923 وأسس فرق الأمن الخاصة SS سنة 1925، وأنه كذلك أسس الشبيبة النازية سنة 1926. إذن هذا باختصار منهجية الدراسة البيوغرافية، والذي يجب التركيز عليه أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات هو المنهجية. يجب أن نضبط هذه العناصر، الصفات الشخصية وكذلك الأحداث والشخصيات التي تأثر بها والمسؤوليات والمناصب التي تقلدها والمنجزات على أي شخصية. فقد يطلب منكم في الامتحان استناداً على وثائق تكون مرفقة للامتحان أن تطبقوا منهجية الدراسة البيوغرافية على شخصية أخرى معينة، مثلاً موسوليني زعيم الدكتاتورية الفاشية في إيطاليا، تعطى لك وثائق والمطلوب منك أن تعرف المنهجية. أما العنصر الثالث في الدرس فهو خصائص الدكتاتوريات، وذلك من خلال نموذج النازية. للدكتاتورية النازية وللدكتاتوريات بشكل عام مجموعة من الخصائص. أولها على المستوى السياسي نجد بأن الدكتاتوريات تسعى إلى السيطرة على السلطة التشريعية، ونجد هنا هتلر يحصل على سلطات واسعة من البرلمان، وبالتالي هنا الدكتاتوريات تلتقي في هذا القاسم المشترك، وهو أنها تسيطر على السلطة التشريعية لكي تتمكن من وضع قوانين تلائمها. كذلك أنها لا تعترف بسيطرة الأكثرية، وهناك تقديس الزعيم الفهر كما يسميه الألمان، هناك منع لتعدد الأحزاب والنقابات وفرض للحزب الوحيد، وهنا تم فرض الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان وهو الحزب النازي، وجعل حزبا وحيدا في ألمانيا. قمع المعارضين وإحراق كتبهم. أما على المستوى الاقتصادي تعتمد الدكتاتورية النازية على سياسة التخطيط وعلى الاقتصاد الموجه، كما أنها تعطي الأولوية للأشغال الكبرى ولصناعة الأسلحة ولتوسيع المجال الحيوي، هذا المجال الذي يجب أن يكون كما هو في الدكتاتوريات مصدراً للمواد الأولية. وهذا المفهوم مفهوم أساسي المجال الحيوي، سنشرحه ونذكر به بعد قليل. على المستوى الاجتماعي نجد الدكتاتورية النازية الألمانية تمجد العرق الآري وتعتمد سياسة الميز العنصري، وتشجع التناسل بين الأصحاء وتمنعه على المرضى وذوي العاهات. إذن كانت هذه مراجعة مقتضبة للدرس. جميع الدروس
ترتبط بها مجموعة من المفاهيم والمصطلحات، ولكن هناك مصطلحات منصوص عليها وفق الإطار المرجعي نركز عليها أكثر في هذه المراجعة. أولا النازية، هنا قد يطلب منكم شرح معنى النازية، وبالتالي يجب أن نكون تعريفا منسجما مع ما درسناه في الدرس. فالنازية كما أشرت سابقا جاءتنا من الحزب النازي، وهو الحزب الوطني الاشتراكي للعمال الألمان المعروف اختصارا بـ NAZI، إذن الحزب النازي، وهي حركة سياسية ظهرت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. إذن النازية ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، تمكنت من تكوين نظام ديكتاتوري بزعامة أدولف هتلر ابتداء من 1933، يعني بدأت في التطبيق والتفعيل. وهنا نركز بأن هذه المفاهيم والمصطلحات الموجودة في مواد التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة يجب فهمها قبل الحفظ. إذن لا بد من استيعاب المفهوم وفهم معناه ومغزاه حتى نتمكن من تكوين تعريف يكون صحيحا. المفهوم الثاني أو العلم الثاني هو أدولف هتلر. أدولف هتلر من الأعلام الأساسية في الدرس، وقد يطلب منا في امتحان معين أن نقوم بإعطاء تعريف لهتلر، فليس بالضرورة أن نعيد كل ما كتبناه في منهج الدراسة البيوغرافية، وإنما نقوم بتعريف مقتضب لهذه الشخصية، نحدد مثلا سنة ولادته وسنة وفاته إن تذكرناها، وكذلك أهم إنجاز قام به وتأثيره على محيطه أو دولته وغير ذلك. ونجد هنا أدولف هتلر ولد عام 1889 وتوفي أو انتحر، هناك خلاف في هذا الأمر، سنة 1945. هو قائد الحزب النازي، حكم ألمانيا من 1933 إلى 1945، وهو الذي تسبب في نشوب الحرب العالمية الثانية. المفهوم الثالث هو المجال الحيوي. إذن المجال الحيوي ارتبطت أكثر هذه العبارة بالسياسة النازية وبسياسة أدولف هتلر، وهي سياسة توسعية نهجها أدولف هتلر بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك للشعب الألماني، ويهدف أو يتم تحقيقها من خلال التوسع في شرق أوروبا. هذا منظور أدولف هتلر لتوسيع المجال الحيوي، وكل ديكتاتورية كان لها منظور في توسيع مجالها الحيوي. كانت هذه إذن أهم عناصر الدرس الأول وكذلك المفاهيم المرتبطة به. سننتقل إلى إنجاز تمرين يروم تحليل وثيقة تاريخية عبارة عن نص تاريخي، ونقوم بدراستها وتحليلها. إليكم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات النص التاريخي وكذلك مصدر النص. في البداية لا بد من قراءة الوثيقة قراءة جيدة متمعنة. إذا كان عندنا نص تاريخي يجب قراءته أكثر من مرة إلى أن نتمكن من استيعاب أهم أفكاره وعناصره لكي يسهل علينا الإجابة على الأسئلة المذيلة له. وهنا يقع بعض التلاميذ في بعض الأخطاء، أنهم يتوجهون مباشرة إلى الأسئلة ويتركون النص جانب. لا بد أن نبدأ بالوثيقة ونقوم بقراءتها وفهمها واستيعابها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. إذن نقرأ النص. لقد تابع هتلر عن قرب تطورات القضية الإثيوبية، إذ إن تقاعس الدول الديمقراطية في وجه استعمال القوة الإيطالي أقنعه أن بإمكانه إعادة تسليح منطقة رينانيا بدون خوف. لقد عمل هتلر قبل الشروع في مراجعة الحدود على التخلص بسرعة من البند الأخير من معاهدة فرساي التي اعتبرها تمس شرف الشعب الألماني. مصدر النص دروز إيراولي في كتاب L'histoire générale du 20e siècle 1986 Paris page 105. إذن بعد قراءة النص عدة مرات نتوجه إلى الأسئلة. وهنا أشير إلى أن الأسئلة التي ترتبط بالوثائق التي
توضع ك يعني وثائق معتمدة في مادة التاريخ سواء في الامتحانات أو غيرها. الأسئلة المذيلة تكون مرتبطة بالنهج التاريخي، والنهج التاريخي فيه عناصر ثلاثة أساسية يجب تذكرها دائما. أولها مرحلة التعريف، ثانيها التفسير، وثالثها التركيب. بمعنى أن الأسئلة التي توضع رفقة الوثائق تحاول أن تحترم هذا التسلسل المنطقي وفق النهج التاريخي. التعريف، التعريف بالوثيقة وبالحدث الذي تناقشه وغيرها، وتأتي في شكل أسئلة تحديد الإطار التاريخي أو السياق التاريخي، كذلك التعريف ببعض المفاهيم الموجودة في النص وغيرها، وفهم أحداث النص، يعني التعريف. ثم بعد ذلك التفسير، وتأتي في مرحلة ثالثة التفسير أو التركيب كما قلت. السؤال الأول، حدد الإطار التاريخي للنص. لتحديد الإطار التاريخي للنص لابد كما قلت من فهم النص، لتحديد ثلاثة عناصر أساسية وهي الزمان والمكان وكذلك الحدث. ثلاثة عناصر أساسية نحددها ونستخرجها من الوثيقة، وقد نكتبها في جمل مسترسلة أو قد نكتبها في شكل عرائض. نحدد الزمن لوحده، المكان وكذلك الحدث. الزمن هنا هو الثلاثينيات من القرن العشرين، أي قبيل الحرب العالمية الثانية. وهنا أشير إلى أن بعض التلاميذ يبحث عن تاريخ محدد داخل النص، فإن لم يجده يتوجه إلى مصدر نص، مثلا هنا يكتب 1986، وهذا غير صحيح. 1986 هنا هي سنة طبع وكتابة الكتاب الذي أخذ منه هذا النص، وبالتالي إذا لم نجد تاريخا محددا داخل النص فيجب استنتاج زمن الزمن الذي تناقشه الوثيقة. إذن هنا الثلاثينيات من القرن العشرين قبيل الحرب العالمية الثانية. المكان هو أوروبا. الحدث توسعات الدول الدكتاتورية قبيل الحرب العالمية الثانية، حيث نجد هنا تطورات القضية الإثيوبية، حيث توسع موسوليني في منطقة الحبشة، وكذلك نجد هنا تسليح منطقة رينانيا. إذن هذا هو الحدث المهم في النص. السؤال الثاني، اشرح ما تحته خط في النص شرحا تاريخيا. إذن ما تحته خط في النص هو هتلر وكذلك معاهدة فيرساي. هتلر كما قلت سابقا لا يجب أن نعيد ما أنجزناه في منهجية الدراسة البيوغرافية ككل، وإنما نعطي تعريفا مقتضبا لأدولف هتلر. كما قلنا ولد عام 1889، توفي عام 1945، أنه هو زعيم الحزب النازي، وأنه هو الذي أوصل النازي إلى السلطة، وأنه هو من قاد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. أما معاهدة فيرساي فهي المعاهدة التي وقعت عقب الحرب العالمية الأولى سنة 1919، وفرضت شروطا قاسية على الألمان. إذن نلاحظ الجواب. إذن هتلر ولد سنة 1889 وتوفي عام 1945، وهو قائد الحزب النازي، حكم ألمانيا سنة 1933 من 1933 إلى سنة 1945، وتسبب في نشوب الحرب العالمية الثانية. معاهدة فيرساي هي معاهدة فرضت على الألمان عقب الحرب العالمية الأولى، وتم توقيعها في قصر فيرساي بضواحي باريس سنة في 28 يونيو 1919. ننتقل إلى السؤال الثالث المرتبط بالنص دائما. استخرجي الإجراء الذي قام به هتلر واعتبر خرقا لمعاهدة فيرساي. وبالتالي للإجابة على كل سؤال جديد مرتبط بالوثيقة لا بد من العودة إلى الوثيقة مجددا. إذن نعود إلى النص لنتعرف أو لنجيب على هذا السؤال. إذن الإجراء الذي قام به هتلر، للإجابة على هذا السؤال نعيد قراءة النص.
لقد تابع هتلر عن قرب تطورات القضية الإثيوبية، إذ إن تقاعس الدول الديمقراطية في وجه استعمال القوة الإيطالي أقنعه أن بإمكانه إعادة تسليح منطقة رينانيا بدون خوف. إذن هذا هو الإجراء، أعاد هتلر تسليح منطقة رينانيا. لقد عمل هتلر قبل الشروع في مراجعة الحدود على التخلص بسرعة من البند الأخير من معاهدة فرساي التي اعتبرها تمس شرف الشعب الألماني. إذن نجد أنه كذلك تخلص من البند الأخير من معاهدة فرساي، وبالتالي يكون عندنا الجواب كالآتي: الإجراء الذي قام به هتلر واعتبر خرقا لمعاهدة فرساي هو إعادة تسليح منطقة رينانيا، كما أنه تخلص من البند الأخير من معاهدة فرساي حتى لا تكون حجة ضده. السؤال الرابع: استنتجي موقف الدول الأوروبية الأخرى من هذا الإجراء. الدول الأوروبية الأخرى، إذا المقصود هنا هو الدول غير الدكتاتورية بمعنى الدول الديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا. للإجابة على هذا السؤال كما قلت لا بد من العودة إلى النص كذلك. إذن بالعودة إلى النص نعيد القراءة: لقد تابع هتلر عن قرب تطورات القضية الإثيوبية، إذ إن تقاعس الدول الديمقراطية في وجه استعمال القوة الإيطالي أقنعه أن بإمكانه إعادة تسليح منطقة رينانيا بدون خوف. إذن هنا إذ إن تقاعس الدول الديمقراطية، إذن هنا الموقف هو أنهم تقاعسوا عن مواجهة الدكتاتورية وعن توسعات موسوليني في منطقة الحبشة. رغم رفضهم لهذه التوسعات إلا أنهم تقاعسوا عن مواجهة هؤلاء، ويكون الجواب عندنا هو موقف الدول الأوروبية الأخرى أي الدول الديمقراطية، وكما قلت فرنسا مثلا، فرنسا وبريطانيا، موقفها من هذا الإجراء هو الرفض والاعتراض بطبيعة الحال، ورغم ذلك فإنها تقاعست عن مواجهة الدول الدكتاتورية، عن مواجهة موسوليني وكذلك أدولف هتلر. السؤال الخامس، وهو سؤال مرتبط بالتفسير، إذن التعريف قمنا بالتعريف، الآن التفسير: بماذا يمكن تفسير هذه التجاوزات؟ بماذا يمكن تفسير هذه التجاوزات؟ وبالتالي هنا لابد من فهم السؤال: لماذا قام هتلر وكذلك موسوليني بتجاوز الشروط التي شرطت في معاهدة فرساي والتي كانت ممنوعة آنذاك؟ نعود إلى النص لتفسير هذه التجاوزات. هنا في مرحلة التفسير قد لا نجد الجواب مباشرة في النص أو في الوثيقة، ولكن قد نجد إشارة يجب أن نستنتجها. نعيد قراءة النص مرة أخرى: لقد تابع هتلر عن قرب تطورات القضية الإثيوبية، إذ إن تقاعس الدول الديمقراطية في وجه استعمال القوة الإيطالية أقنعه أن بإمكانه إعادة تسليح منطقة رينانيا بدون خوف. لقد عمل هتلر قبل الشروع في مراجعة الحدود على التخلص بسرعة من البند الأخير من معاهدة فرساي التي اعتبرها تمس شرف الشعب الألماني. إذن هنا إشارة إلى السبب، اعتبرها تمس شرف الشعب الألماني، يعتبر أن معاهدة فرساي مست شرف الشعب الألماني، وبالتالي هنا التفسير هو أن هناك نزوع إلى نوع من الانتقام والثأر للمجد الألماني، وبالتالي يكون الجواب على الشكل التالي: يمكن تفسير هذه التجاوزات الألمانية والإيطالية بقساوة العقوبات المفروضة على الدول المنهزمة في الحرب العالمية الأولى وخاصة معاهدة فرساي، مما جعلها تفكر في الانتقام والثأر لشرفها بمجرد ما أتيحت لها الفرصة لذلك، وكل هذا شكل ممهدا للحرب العالمية الثانية. إلى هنا تكون حصة اليوم قد انتهت، نشكركم على حسن إصغائكم وإلى اللقاء.